السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض فراخ الناجس في البيت بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وكمان بربع كيلو من الفراخ هتعملي كمية حلوة قوي مقرمشة وسهلة، ولادك هينبهروا بيها. يلا نسمي الله ونشوف الوصفة بتاعتنا هنعملها ازاي. بس ما تنسيش اللايك والشير وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. معايا ربع كيلو من الفراخ غسلته كويس جدا بالملح والليمون والخل وشطفته بالميه وصفيته في المصفى. هجيب الكبه واحط الفراخ افرمها، ومعاها بصلايه ومعاها فلفل احمر وفلفل اصفر وثلاث فصوص من الثوم. لو حابه تستغني عن الفلفل الاحمر علشان ما يغيرش لون الفراخ براحتك، بس هو بصراحه بيديها تيست وبيديها طعم حلو جدا. بعد ما ضربت الفراخ مع البصل ونعمتها كويس، حطيت بقى الفلفل والثوم وضربتهم كويس، وكده الفراخ بقت جاهزه معايا وبقت ناعمه. القوام ده هو ده قوام مظبوط. هحط البهارات بتاعتي، معلقه من الملح، طبعا الملح حسب ذوقك، ومعايا معلقه من الفلفل الاسمر، ومعلقه من الكمون، معايا معلقه من الكاري، ومعايا معلقه من البابريكا، ومعايا بيضه، ومعايا معلقتين من البقسماط. هعجنهم كويس جدا مع بعض وهحطها في التلاجة لمدة نص ساعة علشان تتبل. بعد النص ساعة جبت الزيت وجبت الفراخ وهدهن ايديا بالزيت وهبدأ اللي انا اشكلها. حاولي وانتي بتشكليها تشكليها على شكل مستطيل كده، زي شبه اللي احنا بنجيبها من بره كده بالظبط. طبعا لو انتي حابة برضو تستغني عن البابريكا عشان ما يغيرش لون الفراخ ويبقى لونها ابيض، مفيش مشكلة، هتشكليها. وكمان ممكن تشكليها بالشكل اللي انت يعجبك. ربع كيلو ما شاء الله طلع لي كمية حلوة قوي، وكمان سهلة وما خدتش وقت. كده تمام بقت جاهزة معايا. هجيب بيضة وحطيت عليها ربع كوباية من اللبن، ومعايا الكريسبي جايباه من عند العطار، ومعايا الدقيق. الدقيق مهم عشان هو اللي بيثبت الكريسبي على الفراخ. هحط في الدقيق وبعد كده هحط في البيض واللبن وهحط في الكريسبي. طلعيه كده بقى بالمعلقه وتصفيه خالص من اللبن. وهحط في الكريسبي، هتضغطي عليه علشان يثبت الكريسبي، يثبت على الفراخ. وبرضو انا باخد الكريسبي ده بديله ضربه كده نعمه شويه كده في الكبه. شوفوا سهله جدا وبسيطه وطعمها تحفه بصراحه. ادي شايفه، وكمان قطعه الفراخ ما شاء الله لما بتحطيها في التتبيله بتحسي ان هي زادت كده. برضو هعمل واحده تانية، نحط في الدقيق وبعد كده بنحط في البيض واللبن، بعد كده بنحط في الكريسبي. كمان ممكن ان احنا نعينها في التلاجة، نعينها في الفريزر وقت ما تعوزيها تكون موجودة معاكي. شايفة شكلها تحفة. هنعينها ازاي بقى في الفريزر؟ جبت طبق فيل اللي هو الطبق بتاعت اللي احنا بنحط فيها الحاجة يعني، وحطيت عليها كياس من الكياس السندوتشات، وهبدأ ان انا ارص عليها قطع الفراخ، وبين كل طبقة وطبقة بنحط كياس من الاكياس بتاعة التلاجة، وبتحطيها في الفريزر وقت ما بتعوزي بتطلعيها. بتبقى سهلة جدا الواحدة بوحدتها كده، وبتبقى سهلة معاكي خالص. شايفين ما شاء الله ربع كيلو طلع لي كمية جميلة جدا وشكلها كمان حلو قوي. بلبسها بقى كيس تاني، بحط عليها كيس تاني وبحطها في الفريزر. تعالوا بقى نقلي كده مع بعض وحدتين ونشوفهم هيفكوا مننا ولا هيعملوا ايه. طاسة وحطيت الزيت، وهاخد قطع الفراخ بعد ما الزيت سخن وهنزل بيها في الزيت. هي ما بتاخدش وقت طبعا خالص، يدوبك كده دقيقة اول ما اللون يحمر تقومي قلبها الناحية التانية. شايفه القطعة ما شاء الله، كمان طعمها كان جميل جدا. كده احمرت معايا، قلبتها الناحية التانية.
كمان مقرمشة مقرمشة، يعني هي بتتحدث عن نفسها، شايفة مقرمشة ازاي؟ هطلعها بقى على المناديل. قليت بقى جنبيها بطاطس، بصراحة الولاد انبهروا بيها، شايفة تحفة. وكمان مكونات انتي عارفة انتي عاملاها ازاي، حاجة مضمونة، انتي غسلة الحاجة كويس وجايبة الفراخ وغسلها كويس، شايفة تحفة. اقلي بقى جنبيها بطاطس، بطاطس المقرمشة، ان شاء الله هنعمل فيديو مع بعض، تحفة برضو. وجنبيها بقى الكاتشب، وبألف هنا، شايفة مقرمشة ازاي ومستوية كمان من جوه، خطيرة كده. حبايبي الوصفة بتاعتنا خلصت، ان عجبتكم الوصفة وما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم في وصفة جديدة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل